يا اهلا بالفيلمويه، معانا ومعاكم النهارده فيلم الدراما والاثاره انديفيزيبل. لكن قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بتبدا حكايتنا مع ديزي وفيولا اللي بيكونوا عباره عن توأم ملتصق. امهم بتدخل عليهم علشان تصحيهم الصبح، وبعدها بيدخلوا الحمام سوا علشان يعملوا حمام. بيقعدوا يدردشوا شويه مع بعض كاي اتنين بيعملوا حمام سوا، وبيكون ابوها وامها وخالها بيجهزوا العربيه ومستنيينهم يلبسوا وينزلوا علشان يروحوا الحفله اللي هيغنوا فيها، لان احنا بنعرف ان صوتهم حلو جدا. وابوهم بقى بيستغل النقطه دي وبيشغلهم مغنيين في الحفلات واعياد الميلاد، وكمان في ناس بتجيبهم لانهم شايفينهم معجزه حيه، وجودهم هيجلب الحظ والبركه والحبيب والزبيب والكلام الفاضي ده. ودول ناس على الله، ملناش دعوة بيهم. بيوصلوا للحفلة وبتكون في مغنية بتغني، بيستنوها عبال ما تخلص علشان يدخلوا هم، وبيشوفوا ماركو فيريرا اللي بيكون راجل غني جدا وعنده سفينة بيعمل عليها حفلات وبيجيب مغنيين يشغلهم عنده، وبيكون طالع مع المغنية بعد ما خلصت، وبيقابل ديزي وفيولا وبيكون عارفهم. فهم بيستغربوا وبيسألوه انت عارفنا ازاي، فبيقول لهم انه بيراقبهم من زمان وبيطلب منهم يشتغلوا معاه، وانهم لو وافقوا هيخليهم اغنياء جدا، وبيديهم الكارت بتاعه وبيقول لديزي انه معجب قوي بيها، لكنهم بياخدوا الكارت وبيمشوا علشان الوقت اللي هيبداوا يغنوا فيه بدا وابوهم بينادي عليهم. بيبداوا يغنوا والناس بتبقى مبسوطه، وبيروحوا يهنوا البنت اللي الحفله معموله علشانها واللي بتخليهم واقفين، وبتقعد تحسس على المكان اللي هم لازقين فيه مع بعض. وبعد ما الحفله ما بتخلص بيروحوا، وبيقعد ابوهم يوزع الفلوس اللي هو اخدها ما بينه وبين امهم واخواتها الاثنين، وبيسيب جزء عشان يحطه في البنك لفيولا وديزي زي ما بيعمل بقاله 4 سنين. وبتكون فيولا وديزي بيتمشوا على البحر شويه لوحدهم بعد ما خلصوا الحفله، وبيقعدوا يهزروا شويه مع بعض، وبتبقى ديزي ماسكه الكارت بتاع ماركو وفرحانه بيه قوي. واول ما الدنيا بتبدا تليل بيقوموا يروحوا بيتهم. تاني يوم الصبح بيكون ابوها قاعد يكتب لهم اغنية جديدة علشان يبقوا يغنوها في الحفلات زي ما بيعمل دايما لان هو شاعر. وبعدها امهم بتاخد اكل وبتودي لهم الاوضة عشان يفطروا. في نص اليوم بيكون عندهم حفلة في الكنيسة، واللي القسيس بيستغلهم علشان يضحك على الناس بيهم ويفهمهم انهم مباركين وكده، ويلم من وراهم فلوس قد كده. لكن وهم قاعدين بيجي واحد وبيقول لابوهم انه عاوز يلمسهم علشان يتأكد انهم لازقين في بعض. وبعد ما بيتأكد بيقوم قايل لابوهم وامهم انتوا مش مكسوفين من نفسكم، بناتكم ما عندهمش اي اعضاء مشتركه وسهل جدا انهم يتفصلوا، فليه بقى سايبينهم يعيشوا في المعاناه دي وما فصلتهمش من وهم صغيرين؟ فوقتها ابوهم بيزعق له، لكنه بيقول انه جراح وشغال في سويسرا وان كلامه بجد، وانه مستعد يفحصهم بكره في عيادته ببلاش، وبيقوم مد الكارت بتاعه لامهم وبيمشي. بعدها بيمشوا من الكنيسة علشان بيكون عندهم شغل تاني، لكن وهم ماشيين بتطلب ديزي الكارت بتاع الدكتور من ابوها، بس هو بيقول لها انه رماه، لكنها بتكدبه وبتقوله انها شافته وهو بياخده من امهم، وبتقوم حاطة ايديها في جيبه وهو بيسوق، فبيوقف العربية وبينزل يتخانق معاها، وبيقول لها انت عايزة تنفصلي ليه؟ انت عايشة حياة غيرك بيحلموا يعيشوها ويكسبوا فلوس زيكم، وبيقول لهم ينزلوا وبيسيبهم وبيمشي. وبيوصلوا للمكان اللي هيغنوا فيه، وبيبقى في واحد جايبهم علشان يغنوا تحت بلكونة حبيبته اللي زعلانة منه عشان يصالحها. لكن أول ما الأغنية ما بتبدأ ما بترضاش ديزي تغني، وبتبقى هتبوظ الحفلة، وبيبقى راسها وألف سيف مهم غنية إلا لما أبوها يجيب الكارت. وأول ما أمهم بتاخده منه بيبدأوا يغنوا، والراجل بيصالح حبيبته اللي بتفرح بيهم، والدنيا بتبقى زي الفل. وبعد ما بيخلصوا غنى بيروحوا للدكتور اللي بيفحصهم فعلا، وبيقول لهم إن مفيش أي أعضاء مشتركة ما بينهم، مفيش بس غير شوية شعيرات دموية وسهل فصلهم، وإن عملية فصلهم مش هتضرهم في حاجة، هما ممكن بس يتأثروا نفسيا بإنهم مش هيبقوا سوا زي ما اتعودوا. ولما ابوهم بيسألوا على التكلفة بيقول له الدكتور انه مش هياخد منهم تكلفة بشرط ان العملية تتعمل في سويسرا وتذاكر السفر هتكون عليكم بس، فبيقولوا للدكتور انهم هيفكروا وبيروحوا بيتهم. بالليل وهم قاعدين بياكلوا بتطلب ديزي من ابوها انه يدفع لهم 20,000 يورو اللي هو تمن التذاكر ويسفرهم علشان يعملوا العمليه، لكن هو بيقول لها منين يا حسره؟ هسرقهم ولا ايه؟ لكنها بتقول له انها عارفه ان هي واختها كسبوا السنه اللي فاتت بس حوالي 80,000 يورو مش 5,000 زي ما هو قال لهم، وانهم سمعوه وهو بيتكلم مع امهم. فبيقوم ابوها قايل لها انه مش هيدفع لهم حاجه واللي عندها تعمله، وبيقول لها انه مش معاه اي فلوس. واول ما الاتنين بيسمعوه بيقول لهم كده بينفجروا في العياط، وبتقوم ديزي قايله لابوها انها عارفه انه لعب قمار بفلوس وخسرها، وبيدخلوا اوضتهم.
بعدها امهم بتقول لابوهم انت اكيد بتضحك عليهم وبتقول لهم كده علشان ما تدهمش حاجه مش اكتر، وبتقوم تفتح محفظته بتلاقيها فاضيه، وبتعرف ان كلام بناتها صح، وبتقعد تعيط هي كمان. وبتبقى فيولا قاعده بتتكلم مع ديزي في الاوضه وبتقول لها انها عارفه انها عايزه تنفصل علشان هي وقعت في حب الراجل اللي هم قابلوه في الحفله اللي اسمه ماركو، لكن ديزي بتقول لها انها حاسه انها مسجونه في قفص وعايزه تعيش حريتها زي اي بنت طبيعيه. في نفس اليوم بالليل بيكون ابوها قاعد زعلان في بار بعد ما خسر كل فلوسه في القمار كالعاده، وتاني يوم الصبح بتحضر لهم امهم الفطار وبتدخل علشان تصحيهم لكنها مش بتلاقيهم، وبيبقوا الاتنين صحيوا بدري وسرقوا الفيسبا بتاعت خالهم وهربوا بيها، وبياخدوها وبيروحوا بيها مكان بيتقال عليه انه مقدس علشان يتباركوا بيه، وبيبقوا ماشيين يتخيلوا ايه الحاجات اللي نفسهم يعملوها لما العمليه تتعمل وينفصلوا، وبعد ما بيخلصوا بياخدوا بعض وبيكملوا طريقهم تاني، وبيبقوا رايحين لقسيس الكنيسة علشان يساعدهم. في نفس الوقت بتكون امهم قلقان عليهم وبتطلب من اخواتها يروحوا يدوروا عليهم، لكنهم بيقولوا لها انهم هيرجعوا لوحدهم كمان شويه لما يتعبوا. بعدها بتشتم امهم ابوهم علشان صرف فلوسهم على القمار والبنات، فبيقوم يتخانق معاها وبيقول لها انت عايشه في بيت فيه كل حاجه تحلمي بيها، وكمان طول النهار والليل بتشربي مخدرات، عايزه ايه تاني بقى؟ وبيمسكوا في بعض وبيتخانقوا لولا اخواتها بيحوشوها عن جوزها. في نفس الوقت الفيسبا بتعطل من ديزي وفيولا لان البنزين بيكون خلص، وبيقرروا هياخدوها ماشي لحد ما يوصلوا للقسيس واللي بيكون معاه ناس بيضحك عليهم بكلمتين وبيلم منهم تبرعات كالعاده وبيسرقها. المهم بتقول له ديزي وفيولا انهم عايزين منه 20,000 يورو عشان يعملوا عمليه وكده، فبيقول لهم شوفوا لكم كلبه مش هديكوا حاجه وفككم بقى من الهبل اللي في دماغكم ده، الناس بتتبرع للكنيسه علشانكم، اوعوا تنفصلوا يا جماعه، وبيسيبهم وبيمشي. في نفس الوقت بتقرر امهم وابوهم ياخدوا العربيه ويلفوا يدوروا عليهم، وبيكون ديزي وفيولا وقفوا في مكان علشان يريحوا شويه، وقتها بتتخانق فيولا مع اختها لانها بتكون جعانه وتعبانه جدا من المشي وعايزه تروح البيت، بس ديزي بتقعد تزعق لها وبتمسكها من شعرها كمان وبتبقى هتضربها، لكن فيولا بتقول لها انها بتحبها ومش عايزه تبعد عنها لانها ممكن يجرى لها حاجه من غيرها، وبيحضنوا بعض بعدها وبيواسوا بعض. وبتكلم ديزي ماركو علشان يساعدهم، فبيقول لهم انه هيخلي حد يستناهم على الشط ويجيبهم السفينه بتاعته، وفعلا بيوصلوا الشط وبيسالوا على الراجل، ولما بيلاقوه بيركبوا معاه المركب وبياخدهم وبيوديهم لماركو. وبتوصل امهم وابوهم بعدها لنفس المكان، وبيطلب ابوهم من واحد ياخدهم ويوصل لهم لمركب ماركو وهيديله 100 يورو، لكن الراجل بيرفض بحجة انه خلص شغل. بعدها تيتي امهم بتتخانق مع ابوهم وبتسيبه وبتمشي لوحدها وهي بتعيط، فبيقعد يشتم فيها. نروح لفيولا وديزي اللي بيبقوا لسه في الطريق، واول ما بيوصلوا بيستقبلهم ماركو وبعدها بيقلعهم جزامهم وبيدخلهم السفينه وبيعزم عليهم يشربوا معاه، لكن فيولا بترفض على عكس ديزي، وبتقول لاختها تقول لماركو انهم محتاجين منه 20,000 يورو، وبيحكوا له الحكايه وبيقولوا له انه هيشتغلوا معاه بعدها وهيسددوا له الفلوس اللي اخدوها، فبيقول لهم انه موافق يديهم الفلوس فبيفرحوا. بعدها بياخدهم اوضته وبيديهم الفلوس، وبعدين بيعزم عليهم يشربوا خمره معاه تاني، وبيقعد هو وديزي يحبوا في بعض. وبتبقى فيولا قاعده متضايقه ومكسوفه من اللي اختها بتعمله، فبتطلب من ماركو يجيب لها شاي، ولما بيخرج بتقوم رازعه اختها بالقلم على وشها وبتقول لها هي دي الحريه اللي نفسك تعيشيها؟ عايزه تشتغلي عاهره عند ماركو؟ هي دي الحياه اللي عايزه تسيبيني علشانها؟ وقتها ديزي بتقعد تعيط من كلام اختها، فبتقوم فيولا بتقول لها انهم هيمشوا قبل ما ماركو ما يرجع، وبيقوموا واخدين الفلوس وحاطينها في شنطتهم وبيتسحبوا، وبيقرروا ينطوا من المركب في البحر. وقتها ماركو بيشوفهم وبيبقى مستغرب جدا لكنه بيسيبهم، وبيقعدوا يحاولوا يعوموا هما الاتنين علشان يوصلوا للشط، وبيتعبوا في النص وما بيقدروش يكملوا، والمفاجأة ان الشنطة بتكون اتفتحت وال20,000 يورو بيقعوا في البحر منهم. وتاني يوم الصبح بيبقى في ناس على البحر وبيفرحوا جدا لما بيلاقوا فلوس عايمة على وش المية، وبيبدأوا يجمعوها وياخدوها. بعد شوية بتبقى ديزي وفيولا نايمين على الشط وفاقدين الوعي، وبيلاقيهم ابوهم والقسيس بتاع الكنيسة وبياخدوهم وبيحاولوا يفوقوهم، وبيقول القسيس لابوهم انهم لازم يستغلوا الموضوع اللي حصل ده ويظهروا للناس انهم هربوا علشان عملوا معصية وندموا على اللي عملوه ورجعوا علشان يتوبوا، وانهم هيعملوا مسيرة على اسمها واللي عايز يمشي فيها علشان يتوب زيهم لازم يدفع فلوس. وتاني يوم بيلبسهم ابوهم فساتين وبيحط لهم مكياج وبيظبط الدنيا، وبيطلب منهم ينسوا كل اللي حصل، وانه من هنا ورايح هيجيب لهم كل اللي نفسهم فيه، وانه مش عايزهم يزعلوا من اي حاجه، وبيديهم مسكن، وبعدين بيعور كل واحده منهم في ايديها بالسكينه علشان تنزل دم لزوم الحوار اللي هم هيعملوه كمان شويه، وبيسيبهم وبيمشي، وبيكونوا هم الاتنين بيعيطوا وزعلانين من اللي بيحصل لهم. وبعد شويه بياخدهم القسيس وبيركبهم على ظهر عربيه وبيمشي بيهم في الشوارع
وبيقول ترانيم، وبتبقى الناس ماشية وراهم وبتردد ورا القسيس. بعد كده بتنزل فيولا هي واختها من على العربية وبيبدأوا يمشوا وسط الناس، وبتقعد الناس تمسح ايديهم فيها علشان يتباركوا، وحاجة اخر عبط. وقتها ديزي بتقرر تنهي كل اللي بيحصل ده، وبتقوم مطلعة سكينة من جيبها وغزاها في صدرها. الناس كلها بتصوت واختها بتقعد تعيط، وبيقوم واخدها ابوها هو والقسيس ومودينها المستشفى علشان يحاولوا يلحقوها، وبيدخلوا العمليات هما الاتنين وبيتخدروا. ولما بتصحى فيولا بتلاقي نفسها نايمة على السرير لوحدها، وبيبقى الدكاترة فصلوها عن اختها، وبتقعد تعيط علشان اختها ماتت، وبتقوم من السرير وبتقعد تدور عليها في المستشفى كلها، وفي الاخر بتدخل اوضه بتلاقي اختها فيها، بتطلع عايشه الحمد لله، والدكاتره بيكونوا لحقوها، فبتقوم نايمه جنبها وحضنها، وبيقعدوا يعيطوا سوا. وهنا بتخلص حكايتنا اللي بتبين لنا قد ايه في ناس زباله بيستغلوا اعاقه ولادهم وبيتاجروا بيها علشان يكسبوا فلوس، وان كمان في ناس مجانين ممكن تعمل في نفسها اي حاجه علشان خاطر الفلوس. ربنا يهديهم. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.